المشاهدون الكرام، مشاهدي قناة سودانية 24 وماشتات سودانية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج ماشتات سودانية، حيث نصحبكم خلالها في جولة مع أهم ما خرجت به الصحف المحلية والعالمية والإقليمية وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي. أهلا بكم. أهلا ومرحبا بكم من جديد، ونستهل هذه الجولة مع أهم عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم، ونبدأ بالمانشيتات الرئيسة للصحف والتي تتناول أو تناول معظمها اتفاق لإنشاء قوات شرطة خاصة لحماية المستشفيات. وعدد من صحف اليوم تناولت خبر إعلان قوات مشار الحرب على جوبا. ونبدأ من صحيفة آخر لحظة، حيث نطالع مانشيت الرئيس، حمل حديث الرئيس للولاة ورؤساء المجالس التشريعية وجاء فيه: البشير يقول سنوسع دائرة المشاركة في المرحلة المقبلة. ومن صحيفة الانتباه نطالع العنوان التالي: الإعدام والصلب لمدانين في مجزرة النيل الأبيض. ومانشيت رئيس في الرأي العام جاء فيه تفاصيل مثيرة في محاكمة متهم بالتجسس لصالح الجنوب. ومن صحيفة أخبار اليوم نقرأ: وزير الصحة بولاية الخرطوم يكشف عن 3950 وظيفة وهمية بالمستشفيات. وانفردت صحيفة المجهر السياسي بعنوان رئيس جاء فيه: آلية الحوار تبحث اليوم الخلاف حول منصب رئيس الوزراء. إلى صحيفة الصحافة والتي انفردت بعنوان رئيس جاء فيه ويقول: سفير دولة الجنوب يروي للصحافة: تعرفت على الجناة وهددوني بالاختطاف. ومن صحيفة السوداني نقرأ المانشيت الرئيس: وزراء خارجية أفارقة يبحثون بنيويورك وضع آلية لمناهضة قرارات الجنائية الدولية. صحيفة الوطن انفردت بخبر عن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في عنوان ثاني يقول: المرغني يتلقى البيعة من قيادات حزبه ويستعد للمؤتمر العام. ومن صحيفة التيار نقرأ عنوان ثالث يقول: التيار تنشر تفاصيل اجتماع وزير التجارة ومسؤول مصري. الآن إلى صحيفة الصيحة والتي استعرضت تصريحات مصرية مستفزة للسودانيين، حيث يقول مسؤول مصري يعتبر السودان بلد الزنوج وقناة تعتذر عن إساءته. وانفردت صحيفة الجريدة بعنوان رئيسة يقول: البنك الدولي يطالب السودان بتعويم سعر الصرف. ونطالع عناوين الصحف الرياضية أيضا، ومن صحيفة جون الرياضية نقرأ المانشيت الرئيس: وزير الدفاع آخر المنضمين، هلال الملايين يستعين بكونسلت مدربين ويشعل معركة العطبراويين. من صحيفة الصدى نطالع المانشيت الرئيس أيضا والذي يقول: المريخ يجتاز عقبة فرسان البحيرة بهدف الساحر أوكرا. الآن مباشرة إلى الصفحات الداخلية من الصحف، ونبدأها بالصفحة الثالثة لصحيفة الصيحة، ومنها نقرأ: بنادول نافع أصبح دواء منتهي الصلاحية، لقاء البشير بالولاء للتنوير أم للمساءلة، تقرير سياسي أعده محمد أبو زيد كروم. وإلى الصفحة الثامنة بصحيفة آخر لحظة، ومنها نقرأ: مؤتمرات الأحزاب صراع الأفيال، مجلس الأحزاب يقول القانون جرد المجلس من سلطة محاسبة الأحزاب المتقاعسة، هذا تحقيق أجرته الصحفية زكية الترابي. ومن الصفحة الثامنة بصحيفة أخبار اليوم نقرأ لكم أهم عناوين الاقتصاد: حث الحكومة على تسريع وتيرة التحول الهيكلي، البنك الدولي يدعو السودان لإجراء المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، مشروع الجزيرة يعلن الاستعداد لتنفيذ حديقة التنسيق الزراعي، إعفاء القطاع الزراعي من القيود الأمريكية، جددت اهتمام الحكومة بتعزيز التعاون بين البلدين، المالية تقول الصين أكبر شريك استراتيجي للسودان. من صحيفة المجهر السياسي وفي صفحتها الخامسة ننقل لكم أخبار الحوادث: المدعي العام يوجه بإعادة التحري في قضية مقتل أستاذ مدرسة القبس بنيابة الخرطوم. مجهول يطلق النار على منزل وزير التخطيط العمراني بالقضارف، وتحديد جلسة أخرى للنظر في قضية متهم بالتجسس للجنوب. ومن أقوال الصحف وأهم الأخبار داخل الصحف ننتقل بكم إلى أعمدة الرأي، ونبدأها معكم بالتجول بين أعمدة الرأي والمقالات. ومن أخيرة صحيفة السوداني نقرأ ونلخص ما كتبه رئيس تحريرها الأستاذ ضياء الدين بلال في زاويته الراتبة تحت اسم العين الثالثة، واليوم اختار لها عنوان حالة طارئة.
وقال في أول عموده: الآن فقط بالإمكان القول أن الاعتداء على الأطباء والمرافق الصحية تحول من ظاهرة عابرة إلى أزمة محكمة. وذهب إلى ما حدث في طوارئ أم درمان، وهو امتداد لحوادث متكررة ومتشابهة داخل وخارج العاصمة. وصل الأمر في أحد الحالات إلى إطلاق الرصاص، وانتقد ضياء عدد من المرافقين البالغ عددهم أو عدد المرافقين البالغ عددهم 150، وذهب إلى أنه يعكس ضعف الضوابط لدخول قسم الطوارئ. ومن جهة أخرى يرى بلال أن قرار نقل المريض يكشف أن قسم الطوارئ في المحلية الكبرى غير مستعد للتعامل مع الحالات الطارئة. وحلل الأمر بأن ما حدث من قبل المرافقين في حالة احتجاج متهور لا على الأطباء بل على عجز المرافقة الصحية. وفي ختام عموده خلص إلى أنه لا توجد ضرورة لإيجاد تشريع يحمي الأطباء باعتبار أن القانون الجنائي كاف لتأديب المعتدين، ولكن توجد ضرورة استصدار تشريع يلزم وزارة الصحة بتوفير الخدمات الأساسية كافة. الآن إلى أخيرة الصيحة، ونستمع لزفرات حرة للكاتب الطيب مصطفى، والذي اختار لها اليوم العنوان التالي: بين سفهاء مصر ومكانة السودان. واستهل مقدمة عموده ببيت الشاعر المتنبي الذي يقول: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. وقال إنه يؤسفه أن يستهل هذا البيت المعبر عن حال العجز المستسلم بين يدي حملة السخرية التي ضجت بها الأسافير المصرية تهكما من السودان والسودانيين جراء قيام السودان بوقف استيراد بعض المنتجات الزراعية المصرية أسوة بما أقدمت عليه دول أخرى. وقال أن ألسنة السفهاء كفت عن الإساءة لتلك الدول والشعوب، أما الحيطة القصيرة فقد كانت هي السودان. وقال إن ما جعله يعلق على الأمر ما كان عليه السودان في عزة في أيام سلفت، جعلته يتبوأ مكانا عليا يقود به العرب ويجمعهم في الخرطوم في أعقاب هزيمة حزيران عام 1967. وذكر عدد من المواقف العظيمة للسودان حكومة وشعبا، وتساءل: هل كان المغردون المصريون الذين سلقوا السودان وشعبه بألسنة حداد تهكما وتنكيئا، هل كانوا يجرؤون في تلك الأيام العزيزة على الجهر بتلك النكات؟ وخلص إلى أنه لا سبيل إلى عودة السودان إلى أيام مجده إلا بحل المشكلة السياسية التي تسببت في كل مشكلاته الأخرى. وفي ختام عموده قال: إن الحوار إذا لم يوقف الحرب ويستصحب معه من يحملون السلاح لا جدوى منه. الآن من الصفحة السابعة بصحيفة آخر لحظة نقرأ الكاتب حسن محمد زين في زاويته بهدوء، والتي جاءت تحت عنوان أو لبلب الإبداع، والتي بدأها بشرح ألعاب الأطفال الشعبية التي كانت تمارس في السابق. وكتب: عندما نتشاكل ولعدم رغبة البعض في شجار حقيقي فإنك ترسم خطا في الأرض لخصمك وتتحداه أن يتخطاه، فإذا تخطاه فأمام خياران: إما أن تشتبك معه، وإما إذا كنت خواف فغالبا ما تقوم بالرجوع للوراء ورسم خط آخر فيتخطاه خصمك أيضا ويتخطى الثالث ويدخلك في حصبيص، فإما أن تدخل الأجاويد أو يمرقنك كرعينك. ويرى الكاتب أن هذا بالضبط ما يفعله العرب الآن مع أمريكا، فهي تنال منهم وتعتدي عليهم كل يوم، فيرجعون للوراء ويرسمون خطا أحمر جديد ويتحدونها في تخطيه فتتخطاه، بل ترسم خطا آخر وتتخطاه لإبراز شفتنتها. وهنا تكون وصلت الليلة يحلنا الحل بلة. ويختتم الكاتب مقاله بالقول: قد طغت أمريكا وتجبرت بصورة لم يسبق لها مثيل، وحق لنا أن ننتظر الخسوف الكبير في مغرب الأرض. الآن إلى أخيرة صحيفة الجريدة، وفيها نقرأ للكاتب محمد وداعة في زاويته الموسومة بوراء الخبر تحت عنوان تحطيم مستشفى أم درمان ضل الفيل، والتي استهلها بالقول: أحداث مؤسفة شهدها مستشفى أم درمان في نهاية الأسبوع بسبب اعتداء مرافقين لأحد المواطنين الذي توفي أثر تعرضه لإصابة حرجة على بعض العاملين في قسم الطوارئ ومن بينهم أطباء. ويرى الكاتب أن لا أحد يوافق أو يقبل ما أقدم عليه أهل المتوفي، من أخذ الأمر بيدهم وتجاوز القانون، حتى لو ثبت أن هنالك تقصير، فالتقصير في الخدمات العلاجية ليس مسؤولية الأطباء، فهم يعانون مثل المرضى من شح الإمكانيات وتردي بيئة العمل واكتظاظها،
وانتهى الكاتب إلى أن ما يحدث في القطاع الصحي من تراجع وتدهور مريع للخدمات الصحية يفقد العاقلين رشدهم، وأنه في ظل انحسار احترام المواطن للقانون وتآكل سلطة الدولة بفعل لا مبالاة وعدم التزام الدولة بتعدادها للمواطن بتقديم خدمات طبية لائقة، أصبح الأطباء تحت نقمة ذوي المرضى، وأن في هذا أو هذه الحادثة فإن الجاني هو وزير الصحة الولائي، وتوجب مساءلته وفشله في تقديم الخدمات العلاجية والخدمات الطارئة في الوقت المناسب. بكل تأكيد أيضا هذا الموضوع مشاهدينا الكرام سيكون معنا في الفقرة التحليلية والتي سيصحبنا فيها اليوم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عثمان فضل الله، عدد من المواضيع من ضمن هذا الموضوع أيضا، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، وأرحب بضيفي داخل الاستوديو الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عثمان فضل الله. مرحبا بك أستاذ عثمان. غياب طويل كان على الشاشة أستاذ عثمان. يمكن قليلا يعني. نعم، لكن الليلة مطلع علينا بإطلالة رائعة، نتمنى أن تكون أيضا التحليل ضعف. والله إن شاء الله. طيب، خلينا نبدأ بالخبر الأول الذي سنحلله في هذه الفقرة، ونبدأ الجولة من صحيفة السوداني ومنها نقرأ عنوانها الرئيس: تفاصيل جديدة في قضية طوارئ أم درمان وقوة خاصة لحماية المستشفيات. نقرأ تفاصيل هذا الخبر: كشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن موافقة رئاسة شرطة ولاية الخرطوم على تكوين شرطة خاصة لحماية المستشفيات، وقالت إنها حركت إجراءات قانونية في مواجهة المتسببين في أحداث مستشفى أم درمان التعليمي أمس الأول. وقال وزير الصحة البروفيسور مامون حميدة في مؤتمر صحفي أمس إن حماية الأطباء هي مسؤولية الصحة والمؤسسات الشرطية والأمنية، وأضاف أيضا أنه تم فتح بلاغات ضد المتورطين في أحداث المستشفى لإلقاء القبض عليهم ومحاسبتهم حتى وإن كانوا تحت تأثير الكحول، واصفا أن ما قاموا به من هجوم على المستشفى والعاملين بها لا مبرر له. وأضاف أيضا أن المستشفيات ملك للشعب وهي مدفوعة من مال المواطن، وأي هجوم غير مبرر يجب أن يقابل بكثير من الاستنكار باعتبار أن معظم المشاركين في الهجوم هم مخربين. طيب أستاذ عثمان، يعني الآن قرار تشكيل شرطة خاصة أو شرطة أمنية خاصة لحماية المستشفيات، ما هو رأيك؟ أولا أعتقد أنه مسألة تشكيل قوة أو قوة شرطية خاصة لحماية المستشفيات دي بتدخلنا في أنه تخصيص، يعني كل ما حدث حادث في مكان ما نحن نحتاج لشرطة خاصة للمستشفيات، شرطة خاصة للجامعات، شرطة خاصة، فبالتالي بتكون المسألة مكرورة. يجب إنه الأحداث لما تتحول أول الظواهر لما تتحول إلى تتكرر يجب دراسة أسباب الظواهر أولاً. بتبقى أزمة طوال. بالضبط، يعني أنت تدرس أسبابها وتحاول تعالج المسألة تكرار ظاهرة الأطباء، وخلينا نحصر القصة في ظاهرة الاعتداء على المستشفيات والاعتداء على الأطباء. أعتقد إنه هنالك أسباب واضحة وظاهرة هي متعلقة بالخدمات اللي بتقدم داخل المستشفيات، والمسألة دائما هو الغضب على الخدمات وليس على الذين يقدمون الخدمات. يعني يجب أن نفصل أنه هل الغضب موجه تجاه الأطباء واللي هم عرضة لهذه الانتهاكات، ولا تجاه الخدمات الموجهة، الخدمات اللي بتقدمها المستشفيات. أعتقد أنه إذا ناقشت كثير من الناس بتلقى في حالة عدم رضا عام عما تقدمه المستشفيات من خدمات. ما هي الآن المشكلة بقت ما اعتداء على الأطباء بس، المشكلة الآن بقت اعتداء على الأطباء وأيضا اعتداء على الأجهزة، يعني زي ما تقول المواطن كده عرف مكمن الخلل من وين، فبقي اعتداء على الأطباء والآن الاعتداء أيضا على الأجهزة، في رأيك ما هو الحل؟ الحل أعتقد أنه حزمة متكاملة اللي هي معالجة الخلل الموجود في المستشفيات، الخدمات اللي بتقدمها المستشفيات، بجانب توفير حماية إلى حد ما معقولة، تشديد ضوابط الدخول. اعتقد انه في شويه تراخي في مساله دخول المستشفيات، نحن اذا رجعنا 150 مرافق كان داخل المستشفى، في تراخي كبير جدا في مساله من يحق له مرافقه المريض المعني، فدي زمان كان فيها يعني ضوابط صارمه جدا، وكلنا بنذكر النكات اللي بتحكى حول بوابين المستشفيات والى اخره. الان بدا في بعض التراخي في الدخول للمستشفيات، في تراخي كبير جدا في تقديم الخدمات، في اشكال اعتقد انه ده اسهمنا فيه جميعا اللي هو في اشكال ثقه
المريض في الطبيب، ثقة المرافق في الطبيب، ودي مشكلة أعتقد أنه أسبابها متعددة، اللي هي عندها علاقة بالبيئة اللي بيعمل فيها الطبيب، عندها علاقة بفترة من الفترات الإعلام كان سلط أضواء عالية جدا على مسألة الأخطاء الطبية وكفاءة الطبيب السوداني وإلى آخره، دي خلقت إشكال، في إشكال أيضا متعلق بمسألة المعامل والمختبرات والمواد المستخدمة في التشخيص الطبي، ودي خلقت أيضا أزمة في التشخيص الخاطئ، يمكن تكرار حوادث التشخيص الخاطئ والعلاج الخاطئ أيضا أدت إلى إشكال، فبقى المواطن بيدخل للمستشفى وهو متوجس وبيدخل المستشفى وهو متحفز، بالتالي إذا حصل أي إشكال داخل المستشفى، وده وارد جدا حتى في أرقى البلدان، في أنه تحصل أخطاء طبية، تحصل أخطاء في التشخيص، لكن ده خلى المواطن يبقى ما قابل لأي تصرف من أي شخص موجود، يعني حدث شرخ في العلاقة بين الخدمات الطبية والمواطن. أعتقد أننا محتاجين نردم الهوة اللي حصلت بين المواطن وما تقدمه المؤسسات العلاجية والطبية، يعني نردم هوة عدم انعدام الثقة الموجودة، نحاول قدر الإمكان نضبط المستشفيات في دخول في الخروج منها في من يحق له، ومن بعد ذاك يعني بنلقى إنه المسألة إذا المستشفيات قدمت خدمات كويسة في توقيت كويس، حتى العلاقة، حتى يعني طريقة استقبال المريض داخل المستشفى وإحساسه بالاهتمام. نعم بس يعني أنت الآن في خلال حديثك مع وجود شرطة خاصة أو حماية خاصة للمستشفيات، أو على الأقل لحماية الأجهزة، لأنه نحن بنذكر أنه أيضا في الحادثة في مستشفى طارف ومدرماندي كان في حالة وفاة لمريضة كان عليها جهاز الأكسجين وانفصل جهاز الأكسجين منها بسبب المشكلة التي حصلت في الطوارئ. أعتقد أنه ما بيمنع في الفترة الأخيرة أو بتكرار الحوادث لا يمنع تشديد الحماية على المستشفيات، يعني لأنه الآن نحن عندنا إشكال قائم، عندنا تكرار لحوادث، يمكن قبل العيد حدثت حادثة قد تكون أقل في حدتها من ما حدث في مدرمان، ولكن حادثة في مدرمان اعتبرها إنها نقطة فاصلة، فلا بد من إجراءات، الإجراءات ما بتكتمل ما بين يوم وليلة، أعتقد توفير حماية للأطباء في المستشفيات ده بتفرض الضرورة، ولكن هل الحماية وحدها كافية؟ أعتقد إنها إذا جيشت جميع أفراد الشرطة الموجودين لحماية المستشفيات، إذا لم تقدم المستشفيات خدمات حقيقية وخدمات مقنعة على المواطن، بظن أنه برضو بيكون في خلل. سيد عثمان، خلينا ننتقل لصحيفة الأهرام اليوم ونقرأ فيها خبر توقيع عقوبة الإعدام والصلب ل 18 متهما في مجزرة بالنيل الأبيض، وتفاصيل هذا الخبر: قضت محكمة الخرطوم شمال أمس الأحد بالإعدام شنقا والصلب في مواجهة عمدة قبيلة و17 من عشيرته أدينوا بالاشتراك الجنائي في القتل العمد والحرابة والتسبب في الأذى الجسيم، وتورطت المجموعة المدانة في نزاع قبلي وقع في العام 2014 بإحدى القرى في منطقة النيل الأبيض بقتلهم 7 أشخاص من قبيلة أخرى وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة بعد إطلاقهم النار من بنادق كلاشينكوف. وجاء قرار محكمة الخرطوم شمال التي ترأسها القاضي عبدين حمد ضاحي بالإعدام بعد تمسك أولياء الدم بحقهم في القصاص، وكانت المحكمة دانت في جلسة سابقة جميع المتهمين أيضا بحيازة الأسلحة دون ترخيص، ولفتت في قرارها الصادر إلى عدم استفادة المتهمين من أي دفوع قانونية. هل نحن الآن أمام تطور جديد في القضايا أمام المحاكم، خصوصا القضايا القبلية؟ أنا أظن إنه في الفترة الأخيرة قد تكون مسألة يعني الانتماء القبلي ومسألة الانحياز للقبيلة يعني في أشد يعني أوجه، وده مرده أعتقد لسياسات خاطئة ارتكبت من الحكومة خلال الفترة السابقة، يمكن كلنا شهدنا في الفترة السابقة القبيلة الفلانية تعلن موالاة للحزب الفلاني والقبيلة، فأعتقد إنه المسألة الآن بنحصد فيما زرعناه خلال السنوات الماضية في الاحتماء بالقبيلة، اللجوء للقبيلة، المنصب للقبيلة وإلى آخره. بظن إنه الخبر تحديداً أنا أعتقد إنه مفترض يتناقش من جانبين، الجانب الأول اللي هو المتعلق بكيفية كتابة الخبر نفسه، وبظن إنه في إشكال في كتابة الخبر، وده بيسهم الجريدة كده بتسهم من حيث لا تدري بإنها تؤجج أو تزيد مسألة النزاع القبلي، باعتبار أنه القانون يعني القاضي عندما أتت هذه القضية أعتقد أنه هو حكم فيها حكم واضح أنه مجموعة من السودانيين قتلوا 7 أشخاص، وبالتالي
طبق عليهم القانون بغض النظر عن القبيلة، يعني لم تكن القبيلة حاضرة في حكم القاضي، ونحن بنسقط حكم القاضي على القبيلة كصحيفة. يعني نتحدث عن يعني حكم بإعدام على 18 من قبيلة وبينهم زعيم قبلي. القاضي لم يحكم على زعيم قبلي ولم يحكم على 18 من قبيلة، وإنما حكم على مواطنين سودانيين نفذوا جريمة محددة، وبالتالي كان الحكم علي. يعني أعتقد أنه صياغة الخبر غير موفقة، كان ممكن إشارة للقبيلة في خلفية الخبر. يعني إذا بدنا نتحدث عن القبيلة نتحدث عن حكم صدر بحق جناة في جريمة محددة، دعنا نشير للنزاع القبلي كخلفية، ولكن ما نسقطه على الحكم ده أولا. الحاجة الثانية بظن أنه المعالجة نفسها، يعني كان طالما النزاع عنده علاقة بالقبيلة المعالجة نفسها مفترض تتم بشكل مختلف قليلا، باعتبار أنه الحكم دائما اللجوء لحلحلة القضايا القبلية في العرف السوداني منذ التاريخ بيتم بالجوانب يعني الجودية وإلى آخره. الآن تم اللجوء للقضاء، تم حكم قاسي جدا، ده لا يقلل أبدا من مسألة الجريمة ولا يقلل من وجوب العقاب في الجريمة، ولكن لفت انتباهي مسألة السلط في الحكم. فأعتقد أنه ما دار انتقد الحكم، لكن بظن أنه دائما في بعض القضايا يجب استصحاب الأثر اللي بتتركه الأحكام القانونية فيها. نعم. طيب يعني إذا ذكرنا، طيب إذا تحدثنا عن مثلا العقوبة نفسها، هل ممكن تعتبر رادعة لبقية الجنة أو بقية القبائل إذا صح التعبير؟ هو إذا تحدثنا عن الجريمة كجريمة، يعني كجريمة حمل سلاح من غير ترخيص وهو سلاح كلاش في توفر سلاح كلاش لمواطن مدني اللي هو من الأسلحة عادة تستخدمها القوات النظامية، ما هي أسلحة متوفرة يعني للمواطن المفترض. أعتقد إنه العقوبة كجريمة قد تكون رادعة أو عقوبة رادعة جدا، لكن إذا استصحبنا إنه الجريمة نفسها عندها ظلال قبلية، الجريمة نفسها عندها ظلال اللي هي يعني قبلية، بعتقد إنها عادة الجرائم أو عادة الإشكالات القبلية الأحكام القانونية فيها مهما كانت عنيفة وقوية لن تكون رادعة، باعتبار إنه الدافع فيها ما دافع شخصي، هو دافع مجموع، دافع قبيلة، دافع إحساس بظلم محدد بإشكال محدد. بالتالي بظن إنه إذا استصحبنا مسألة الظلال العرقية والقبلية فيها قد تكون الأحكام الرادعة والأحكام القاسية فيها مؤججة أكثر من إنها رادعة وكافة للجرائم. طيب هل تعتقد أن التطور في المحاكم الآن من عقد مجالس الصلح التي كانت موجودة كحل في الأول إلى إصدار حكم أو أحكام كهذه، هل من الممكن أن يحدث تطور في المشاكل الموجودة القبلية؟ والله بظن إنه نحن جربنا المسألة بتاعت يعني إحالة الإشكالات القبلية للجهات العدلية والقانونية، وأعتقد إنه النتائج بتاعتها إذا نظرنا القصة بداية إشكال في دارفور، يعني إذا بدنا نقارن بداية الإشكال في دارفور كان أحيلت كثير من القضايا القبلية لمحاكم قانونية وحصلت أحكام بسجن وإعدامات وديات وإلى آخره، وما حلت الإشكال بل أججته عادة، لأن القانون زي ما تحدثنا في البداية القانون لا ينظر للظلال القبلية، القانون ينظر للجريمة كجريمة قد النظر عن المرتكبة منه. وعندما ينفذ القانون في زعيم قبلي أو في شخص مؤثر في محيطه في مجتمعه أنت بتزيد الإشكال أكثر من أنك يعني بتعالجه. ولكن إذا تمت المعالجات في إطار الجودية في إطار التراضي بين المجموعات اللي بتشغل حيز جغرافي واحد وبتنتمي لقبائل مختلفة، أعتقد أنه عادة دي المعالجات ذات العمر الطويل، يعني باعتبار أن هي معالجات تمت بتراضي الأطراف، دفعت الديات أو تم إعفاء الدم بين المجموعتين المتناحرتين، أعتقد أنها دي ذات العمر الطويل. ولكن تنفيذ أحكام قانون هو بيزيد الإشكال، بيزيد الاحتقان المعني، بعتقد أنه ما أعتقد أنه اللجوء للقانون في القضايا المتعلقة بالنزاعات القبلية قد يكون يعني بيؤدي لحلول حقيقية وواقعية وتستصحب كافة الإشكالات. نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا. اللهم آمين يا رب. إذا فاصل قصير مشاهدي الكرام ثم نعاود التواصل معكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ومباشرة إلى صحيفة الجريدة ونقرأ عنوانها الرئيس الذي قال:
البنك الدولي يطالب بتعويم سعر الصرف. في تفاصيل الخبر، طلب البنك الدولي السودان بتسريع وتيرة تنويع نشاطه الاقتصادي وإلغاء قيود الصرف لتوحيد أسعار الصرف في السوقين الرسمية والموازية وزيادة الإنتاجية الزراعية من خلال تطبيق تغييرات رسمية في السياسات بجانب تحسين إدارة عائدات الموارد الطبيعية ومعالجة المعوقات الأوسع نطاقا لبيئة الأعمال وبناء رأس المال البشري لدعم التغيير الهيكلي. سياسة التعويم أو تعويم الجنيه، لا ترى أنها فشلت في تحقيق استقرار سعر الصرف؟ بالنسبة لتعويم الجنيه وترك تحديد سعر الصرف للسوق، أعتقد أنه هي عندها مطلوبات، يعني ما بتتم بقرار، باعتبار أنه إذا تمت بقرار بيكون الإشكال لازال قائم. يعني اللي هي مطلوباتها أول شيء استقرار اقتصادي، يمكن ده جربناه في الفترة من 2005 أو 2000 ل 2005 إلى يعني 2008، كان في استقرار في الاقتصاد باعتبار أنه العائدات الموجودة من صادر البترول حينها، فهي أدت إلى أنه يتلاشى السوق الموازي في مسألة النقد، وشهدنا استقرار في سعر الصرف، شهدنا استقرار في الاقتصاد بشكل عام. الآن في إشكال واضح جدا اقتصادي، يمكن إشكال انعكس بشكل مباشر جدا على مسألة سوق النقد الأجنبي، وبات النقد هو العملة الصعبة إنجاز التسمية، هي في حد ذاتها سلعة، ويمكن إذا الدولة دارت تتخذ قرار بتعويم الجنيه في الوقت الحالي فتحصل مشكلة كبيرة جدا. بظن أنه يعني حيكون ممكن في فشل تاني في استقرار سعر الصرف زي ما كانت المشكلة قبل كده حصلت. هو بيحصل يعني إذا اتخذت الدولة قرار بتوحيد سعر الصرف بيحصل سوق موازي، يعني السوق الموازي بيظل موجود باعتبار أنه الحوجة للعملة الصعبة موجودة، باعتبار أنه العائد أو المتوفر من العملة الصعبة لا يغطي الاحتياجات المطلوبة لها، فبالتالي أنت بتلقى نفسك في ملاحقة يومية في زيادة سعر الصرف يومي، يعني في إلى أن يحصل إشكال كبير جدا، ممكن يصل لمسألة الانهيار وإبعاد السودان من المنظومة الاقتصادية العالمية باعتبار أنه غير مستوفي للشروط المطلوبة. فبيبقى الكلام عن تعويم سعر الصرف حاليا أعتقد أنه فيه إشكال كبير، لأنه ده بينعكس مباشرة على العديد من الخدمات اللي بتقدمها الشركات إن كانت في مجالات المختلفة، بينعكس بشكل مباشر على حياة المواطن العادية، يمكن الآن بنشهد ارتفاع شبه يومي في الأسعار، فما بالك إذا اتخذ قرار بالمواءمة ما بين السعرين قصد بمجرد قرار. يعني أستاذ عثمان، معنا عبر الهاتف الصحفي والمحلل الاقتصادية سمية سيد لإطفاء المزيد من التحليل حول هذا الموضوع. مرحبا بك أستاذة سمية، ومباشرة في رأيك الإصلاحات المتنوعة التي يطالب بها البنك الدولي لإيجاد مسار أكثر استقرارا للنمو الاقتصادي، ما هي هذه الإصلاحات التي يطالب بها البنك الدولي؟ أهلا بك وأهلا بضيفك الكريم، شكرا جزيلا. مسألة مطالبة البنك الدولي بهذه الإصلاحات هي مطالب تمت هنا بالداخل. الآن الوضع الاقتصادي به العديد من التعقيدات، وعلى المستوى الداخلي كثير جدا ارتفعت وتيرة أو المطالبة بضرورة الإصلاح الاقتصادي، إصلاح في جانب السياسات المالية والسياسات النقدية وفي حتى إعادة هيكلة الاقتصاد بشكل عام. هذه المطالبة حتى الدولة مقتنعة بها تماما، على مستوى صناعة القرار الآن في قناعة بضرورة عمل إصلاحات. ولو تذكر أن في الأيام الماضية خرجت تصريحات من السيد وزير المالية وحتى من البنك المركزي بإجراءات، هم لم يعلنوا عن إصلاح سياسات وإنما قالوا إجراءات لتختص بإصلاح سعر الصرف، وذلك في إطار محاربة الارتفاع أو القفزات الكبيرة بالنسبة لسعر الصرف. لكن المطلوب هي إصلاحات كلية وليست فيما يختص بجزئية سعر الصرف. بالتالي يبقى أو يكون المطالبة البنك الدولي هي ليست بالجديدة على المستوى الداخلي بالنسبة لنا في السودان. مطالبة البنك الدولي قد تكون مشروطة بشروط سياسية والجميع يعلم ذلك، وهي شروط ظل البنك الدولي من بداية التسعينات يطالب بها وحتى يومنا هذا فيما يختص
وهي كثيرة ولا داعي للاسترسال فيها، لكن هنالك شروط سياسية هي التي يعنيها البنك المركزي، ويعتقد أن هذه الشروط السياسية لها علاقة بالإصلاح الاقتصادي خاصة في مسألة الحرب والمسائل التي معلومة للجميع. أستاذ سمية، يعني واحدة من الآليات التي يمكن أن يحسن بها السودان إدارة العائلات هي الموارد الطبيعية، كيف ممكن يحسن السودان من إدارة عائلات الموارد الطبيعية؟ هي لدينا إشكالية طبعا هذه الجزئية البنك الدولي محق فيها، وهي زي ما ذكرت مطالبة داخلية. الآن إذا تحدثنا عن جزئية سعر الصرف التي تحدث عنها البنك الدولي، هي ليست بالمسألة السهلة، لأننا لدينا مشكلة حقيقية في موارد النقد الأجنبي، ومشكلة الموارد النقد الأجنبي لا يمكن أن تحدث احتياطات في النقد الأجنبي ما لم يحدث إصلاح اقتصادي شامل، وأعني هنا بالإصلاح الاقتصادي مسألة الإنتاج والإنتاجية. ما لم يرتفع إنتاج السودان من الغذاء يرتفع إنتاج السودان من عائدات. طيب يا أستاذ سمية، نحن عايزين نتكلم عن نتكلم عن تحسين الموارد أو العائدات أو المواد الغذائية التي بتتكلم عنها، كيف ممكن أحسن منها السودان؟ هذه بالضرورة هنالك مطالبة وأنا أعتقد مهمة ومريحة في تعديل السياسات تعديلا كليا وجذريا، خاصة السياسات الزراعية والسياسات المشجعة للمنتجين. يعني الآن إذا زاد الإنتاج يتضرر المنتج، إذا قل الإنتاج يتضرر المستهلك. وهذه معادلة صعبة جدا، بالضرورة أن تكون هنالك سياسات محفزة للإنتاج. في كل دول العالم الدولة تحفز المنتجين، يعني مثلا حتى في الصين التي نحن ننتهي كثير من 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 أو نتابع كثير من سياساتها، المصدر الذي يصدر سلعته الدولة تدعمه بنسبة من دخلها، يعني نسبة للمنتج. أنا أعتقد إنه نحن نحتاج إلى سياسات مشجعة، وهذه لن تتم إلا بتعديل جذري وكامل في السياسات القائمة الآن. سياساتنا الاقتصادية وفيما يختص السياسات الزراعية الآن هي فيها تشوهات كثيرة جدا. إذا لم تنتهي هذه التشوهات وتكون هنالك عملية إصلاح، عملية الإصلاح التي أعنيها هو أن تبتعد الدولة من مسألة أن تكون همها الأساسي هو الجباية من المنتج. وأنا أفتكر إذا لم نبتعد من هذه العقلية سنظل كما نحن، والبنك الدولي يطالب ونحن في الداخل نطالب، لكن نحتاج أيضا إلى بالضرورة إلى إصلاحات سياسية في السياسات الاقتصادية الكلية، حتى يمكن أن نعبر. ونحن في السودان لدينا كثير جدا من الموارد، وهي ذكر البنك الدولي السودان أكبر دولة كثير من الدول العالم تنظر لها نظرة استراتيجية فيما يختص بموارد الطبيعية، وهي موارد غير مستقلة. وبالتالي أنا أعتقد أنه آن الأوان أن تلتفت الدولة إلى السياسات. أكيد أستاذ سمية، من المهم جدا طبعا أن تطبق السياسات. يمكن في الفترة الماضية كانت استعرضت أو ظهرت سياسات جديدة لاستثمار الموارد الطبيعية، ولكن بكل تأكيد الأهم من ذلك هو تطبيق هذه القرارات. الأستاذة سمية سيد الصحفية والمحللة الاقتصادية، شكرا جزيلا. يمكن سؤال مهم جدا أستاذ عثمان، كيف ممكن أن تطبق السياسات اللي كانت أو وجدت في الفترة الأخيرة خصوصا في المجال الزراعي لتطوير العائدات أو التعادلات الطبيعية في السودان؟ وإذا نظرنا، أعتقد أنه إذا نظرنا المسألة التشوهات الخاصة في المجال الاقتصادي، أعتقد أنها هي بدأت من فترة طويلة جدا. لا، أنا أتكلم عن حزمة من القرارات الأخيرة. بالنسبة للقرارات الأخيرة، أعتقد أنه إذا كان البرنامج الخماسي أو غيره من القرارات التي اتخذت، هي أتت في توقيت أعتقد أنه وصل فيه الخلل مرحلة كبيرة جدا. أظن أنه نحن فرطنا في الفترات السابقة في مسألة الزراعة، فرطنا في مسألة الصناعة. الآن إذا نظرت لأي بقالة في الخرطوم، في وسط الخرطوم، بتجد السلع المستوردة فيها من الإبرة إلى آخر سلعة. يعني السودان بات يعني دولة مستوردة لاحتياجاته بالكامل، وده بشكل ضغط على الاقتصاد. إذا نظرنا للصادرات بنجد أنه في إشكال كبير جدا في الصادر، فقدنا كثير من أسواق السلع اللي كنا بنعتمد عليها في السابق. يعني طيب أستاذ عثمان، خلينا ننتقل للخبر الأخير، وفي صحيفة آخر لحظة، البشير سنوسع دائرة المشاركة في المرحلة المقبلة. كشف رئيس الجمهورية المشير عمر البشير عن توسيع دائرة المشاركة في المرحلة المقبلة عقب الفراغ
من الحوار الوطني وتعهد بإشراك أطراف جديدة في الحكومة المقبلة التي يتوقع أو يتوقع إعلانها في نوفمبر. ونوه البشير أثناء مخاطبته الولاة ونواب رؤساء المؤتمر الوطني بالولايات ورؤساء المجالس التشريعية وقيادات حزبه في لقاء مغلق كان بالأمس، لأن المشاركة ستكون وفقا لأوزان القوى السياسية. برأيك هل سيكون هنالك تغيير كبير؟ وأنا أعتقد أن المسألة متوقفة على مآلات الحوار والجمعية العامة للحوار الوطني اللي هي حتكون في الشهر المقبل يوم 10 أكتوبر. بظن أنه نتائج الحوار الوطني هي اللي حتحدد شكل التغيير المقبل، هل إذا شاركت قوى سياسية ذات تأثير كبير أو استمر الحوار بشكله الموجود حاليا. والفيه نظر من كثير من القوى السياسية، فإن حلت الإشكالات الموجودة والخلافات الموجودة ما بين الحكومة وبعض القوى السياسية المعارضة ذات التأثير مع الحركات الحاملة للسلاح، فسنشهد وحتكون هنالك تغيير كبير. إن استمرت المسائل في إطار المنظور حاليا والواقع حاليا، بظن أن التغيير حيكون ما عنده فرق من التغييرات السابقة. شو شيء يعني بعد حديث الرئيس عن توسيع المشاركة ما حيكون في تغيير في شكل الحكومة القادمة؟ بالنسبة لحديث الرئيس هو رهين بنتائج الحوار الدائر، يعني الرئيس بتحرك في المساحة المتاحة. يعني إذا نتكلم عن تغيير شامل فتغيير كبير، فلا بد أن التغيير الكبير يصاحبه إيقاف لصوت البندقية والحرب إن كان في جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان أو في دارفور، وبالتالي التوصل إلى حلول مع المعارضة السياسية الغير الحاملة للسلاح، وبالتالي حنشهد تغيير عنده تأثير وكبير وربما يسهم في القضايا اللي كنا بنناقش فيها إذا كانت القضايا الاقتصادية أو قضايا الاحتقان الاجتماعي الموجودة. إذا استمر الخلاف الموجود ما بين الحركات المسلحة والحكومة، ما بين المعارضة السياسية إن كان حزب الأمة الحزب الشيوعي وغيره من الأحزاب ذات التأثير الكبير والأحزاب التاريخية، فحيظل الإشكال موجود، حيكون التغيير هو في إطار الأحزاب الأصلا متحالفة مع الحكومة من فترة سابقة، هي حزب الاتحاد الديمقراطي وغيره من الأحزاب الموجودة داخل الحكومة الحالية وما سبق من حكومات، حيكون التغيير في ذات الإطار. يعني أعتقد أشكر لك كثير جدا أستاذ عثمان، شكرا معنا اليوم في مشهد السودانية، وإن شاء الله تكون القادمات أحلى بإذن الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا الكرام، نهاية فقرة أول فقرة تحليلية، ومباشرة سننتقل معكم إلى فقرة محرر اليوم والذي زار فيها فريق مانشيتا السودانية الصحفية منى الأمين بصحيفة السوداني، وكانت قد نشرت أمس تحقيقا حول السوق المركزي حملة تصحيح الأوضاع. دعونا نشاهد هذا التقرير سويا. فكرة التحقيق أنه مرة مريت بشارع من الشوارع ولاحظت أنه بعض من المساجين شغالين نظافة، وقفت شوية عشان أشوف الحاصل شنو. بعد اليوم الثاني قلت أجي أشتغل تحقيق في الموضوع ده، ومشيت حي الزهور ولقيت المحتمد شغال مع بعض من المساجين شغالين نظافة، وفي إقبال كثير من الشباب بيساعدوهم في الشغل ده. ووصلت معه اليوم الأول، واليوم الثاني قال لي إنه حنمشي يوم الخميس، حتكون في حملة بتاعت نظافة في السوق المركزي الخرطوم. من الصباح طلعنا عشان نشوف الحملة دي إنه حتكون الحملة فعلا حقيقية ولا كلام بتاع مسؤولين ساي. مشينا من الصباح السوق المركزي وشفنا انه الاليات بتاعت الشغل، وزادوا عدد المساجين الشغالين معاهم، وبعض من العمالين بتاعنا النظافة الشغالين معاهم كانوا في شركة زمان. الحملة بدت من الصباح، الهدف منها نظافة واصحاح البيئة في السوق المركزي، لانه السوق المركزي هو السوق الرئيسي بالنسبة لولاية الخرطوم، وهو سوق يعني الناس كلهم الرواد بيجوا بيشتروا منه مستلزماتهم بتاعت البيت من فواكه وخضر وغيرها. أصابوا تردي بيئي، بقى عبارة عن مكب بتاع نفايات. في الفترة اللي كان فيها المحتمد شغال الحملة بتاعت النظافة كان معاهم مدير إدارة المخالفات ياسين صالح.
أثناء الحملة قام بإزالة بعض السكن العشوائي للجنوبيين، إنه الشغالين خمور داخل السوق، إنه ومدير الإزالات قال إنه ما يعني إنه التجار أنفسهم يعني إنه ما بيساعدهم، يعني بيقوم التاجر بخط الأوساخ والباقي الأكياس جنب المكان حقه، المفروض إنه التجار ديل يخطوا الأوساخ دي في المكبات بتحت النفايات. أهلا بكم مشاهدين الكرام، ومن فقرة محرر اليوم مباشرة ننقلكم إلى أبرز ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، ونبدأ جولتنا على المنصات الافتراضية من الجوجل بلس، حيث نشرت صفحة صورة السودان القديمة هذه الصورة لشارع البرلمان عام 1961، وكان أبرز التعليقات تساؤل أحد متابعي الصفحة ساخرا وين الزحمة. وعلى صفحة الإعلامية جيسيل مور مقدمة برنامج تغريدة الصباح على سكاي نيوز أفردت مساحة في صفحتها على تويتر للحديث عن الإسهالات المائية في السودان، وكان موضوع النقاش هو بعد انتشار حالات الإسهالات المائية وارتفاع عدد الإصابات والوفيات في السودان، ما رأيكم بحملة الناشطين لنشر الوعي. وعلى صفحة بروفيسور الجيولوجيا البريطاني جيمي وورد في جامعة مانشستر نشر دعوة لمناقشة بحثه عن التغييرات المناخية في السودان على طول نهر النيل، وقدم دعوة للجميع لحضوره في المتحف البريطاني، ولقد قام الكثيرون بإعادة نشر التغريدة ودعوة أصدقائهم للحضور. وعلى صفحة فيسبوك كتب الكاتب السوداني أمير تاج السير لننتظر معا زهور تأكلها النار، وهي رواية جديدة للكاتب السوداني المقيم بدولة قطر. لقد فاق عدد المعجبين 500 شخص، وعلق أحدهم قائلا انتظرنا كثيرا بعد منتجع الساحرات. وشهد البوست تفاعلا من كتاب ومثقفين عرب أبرزهم الكاتب الفلسطيني سلطان القيسي الذي هنأ الدكتور أمير بكتابه الجديد وتمنى له التوفيق. وانتشر على فيسبوك فيديو لدعاية شركة ليبارا موبايل السعودية لسوداني يتحدث باللهجة اللبنانية ولبناني يتحدث باللهجة السودانية، وقد أعجب الكثيرون ممن شاهدوا هذا الفيديو بطرافة الفكرة. بس ما بيصير هيك يا خيي، ما صرت حاسب حسابك انت والعائلة كذا مرة، ما المضروري من طقم نغير شوية جو، ما هيك هيك الولاد بينبسطوا مع بعض. لا والله عادي مان، ما كان في شيء، الجمعة الماضية كنت ببيروت وكان كله سابا ماشي الحال خيي. يا اخي انا قلت لك من زمان يا اخي الزول ما بتاع قراية ولا اي حاجة، انت بس ما قدرت تصدقني. هوا الكوارك شنو عندك كمان؟ خلاص تمام يا زول، انا ماشي المطبخ اعضي، والله جعان شديد، بضرب لك باكر. المطبخ عضه دي ما بيفهموها الا السودانيين. على خلفيه طلاق انجلينا جولي وبراد بيت ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان والدول العربيه بالحديث عن الموضوع من مختلف زواياه، وقد اوردت بعض المجموعات السودانيه اخبار طليقته السابقه جينيفر انستون التي ذهبت للمستشفى للاسعاف على خلفيه دخولها في نوبه ضحك بعد سماعها خبر طلاقهما، ولم تستطع التوقف عن الضحك حتى وهي داخل سياره الاسعاف. وقد قامت سيدة مصرية عبر صفحتها على فيسبوك بتسجيل هذا الفيديو الطريف، وقامت فيه بتوجيه رسالة مباشرة إلى أنجلينا وكل سيدة تود أن تأخذ رجلا متزوجا من زوجته. بارش عايز لمارش قبل ما تصير الفيديو مجرش حاجة. الهانم اللي كل شوية ترعلي بحوار على الفيسبوك، الهانم اللي أنا عارفة متأكدة إن الفيديو بتاعي ده هيوصل لها، وعارفة متأكدة انها متابعة صفحتها على الفيسبوك، الهانم اللي اخرت المتمة اتطلقت، collect your bag وعلى بيت your father. Sorry I have to speak English in this video because so many English people will see. اللي ما بيفهمش انجليزي مش مشكلتي، مشكلتك خد كورسات، اسألوني، كل حاجة متواجدة على النت انت تطور الانجليش بتاعك، مش موضوعنا. الست انا من بعد ما لقيت مصر كلها بتتكلم في الموضوع قلت اشمعنى انا، هو انا وحشه صغيره؟ حطيت الروج الاحمر وقلت يلا خلاص انا ما عنديش تفاهم. بعد ما شفت الخبر على الفيسبوك ومصر كلها متكلمه عليه، وشفت الخبر على صفحه الست كيفي عبده، قلت لا لحد هنا ستوب. كنت متوقعه ايه يا انجلينا
لما تروحي تخطفي الراجل من مراته الست الكمة للقمر كنت مستنية ايه؟ خطفت الرجالة ما بتكسبش. This is lesson for all girls اللي تفكر ان هي تخطف راجل من his wife او his girl friend. مش هتعمل اي ديفرنس في الموضوع. خطفتيه براد، استنى جايلك دورك جاي، بس خلص الاول انجلينا. كنت مستنية ايه؟ انت تستاهلي دورك وحقك وخدتيه، اصل الدنيا دي دايرة وحقك كده ووصل لك. وانا كهاجر شمتانة، هاجر جوجايا اون فيسبوك، شمتانة اون يو يا انجلينا. بعد خطفتي الراجل خلصنا، اهتم بيه، مش قعدتي الاول. الشلاطين الكبيرة ما بتجيبش نتيجة دي بالمناسبة، عشان بس كل اللي بتفكر تنفخ. حطي روج احمر زي موضوع يمكن يخص النساء اكثر من الرجال، ولكن هو تحريض يمكن مباشر على النساء او للنساء. ختاما مشاهدينا الكرام، نترككم مع اصحاب الريشه الساخره ورسوماتهم الكاريكاتيريه لهذا اليوم والتي اخترناها لكم من الصحف المحليه والعالميه والاقليميه. لقانا معكم بكل تاكيد تجدد في الغد باذن الله تعالى. كونوا دائما في انتظار الجوله الجديده في اخر ما اصدرته المطابع المحليه والعالميه والاقليميه عبر ما شتت سودانيه. الى اللقاء.